أهلا بكم في تواصل، نستعرض معا قصصا مختارة من وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز الأخبار التي حازت على تفاعل الجمهور. تلقت أسرة التلفزيون العربي صباح اليوم ببالغ الحزن خبر وفاة الزميل محمد أبو الغيط عن عمر لم يتجاوز 34 عاما بعد صراع طويل مع المرض في العاصمة البريطانية لندن. محمد أبو الغيط طبيب وكاتب وشاعر، له أعمال عدة آخرها أنا قادم أيها الضوء. عمل الفقيد في التلفزيون العربي منتجا للأخبار ولبرنامج بتوقيت مصر. وكان أبو الغيط قد أعلن مطلع شهر أغسطس 2021 في تدوينة على فيسبوك إصابته بسرطان في المعدة، وقد وثق رحلته القاسية مع السرطان بتدوينات طويلة ومفصلة على فيسبوك لتعلن فجر اليوم زوجته إسراء شهاب وفاته في لندن حيث يقطن مع زوجته وطفله. الزميل محمد حصل على جوائز عدة منها جائزة فيتيسوف عن فئة الإسهام البارز في السلام، وجائزة رابطة مراسلي الأمم المتحدة، وجائزة سمير قصير المقدمة من الاتحاد الأوروبي. لنشاهد هذا الفيديو الذي يروي حكاية الزميل محمد أبو الغيط رحمه الله. بعد شكري لكم وتأثري البالغ بمدح هذا التكريم، وأسألكم الصلوات والدعاء لي. رأيت فعلا أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فلا تهملوا صوت أجسادكم أبدا. ووجدت فعلا أن الصداقة كنز لا يفنى، فلا تخسروا أبدا علاقاتكم الإنسانية وروح التعاون والود بينكم. رحيل أبو الغيط جاء قبل أيام قليلة من صدور كتابه أنا قادم أيها الضوء، الذي يروي فيه تجربته مع المرض وتفاصيل إنسانية كثيرة أخرى. دار الشروق الناشرة للكتاب وصفته بالكتاب الملهم والإنساني الذي يحمل في كلماته روح المقاتل وعزيمة المثابر وحكمة المتأمل. لا يحكي فيه أبو الغيط عن المعركة الشرسة بينه وبين أبغض أمراض العصر، بل يحكي عن عشرات التفاصيل في جوانب الحياة المختلفة. في حين كتب محمد أبو الغيط عن الكتاب: لو وافاني القدر بالوقت الذي قدره الأطباء، أرجو أن يكون ما بعد نفقي نورا وهدوءا، وأن يمر عبر هذا الكتاب بعض الضوء إلى من يقرأ. وأثار خبر وفاة الزميل محمد أبو الغيط حزنا شمل
أصدقائه وزملائه ومتابعيه. فالمحامي والحقوقي المصري جمال عيد كتب: رحل، ربنا يرحمك، رحل الرجل النبيل الموهوب محمد أبو الغيط، مع السلامة يا محمد. وعلق فاضل سليمان عبر تويتر: فاضت روح الملهم في حياته بقلمه، وفي مماته بصبره، الدكتور محمد أبو الغيط. محمد أبو الغيط طبيب أحب الحق، فعمل في مجال الصحافة الاستقصائية وحصل على جوائز عالمية رغم مرضه الشديد الذي استغله كي يشعر بآلام المكلومين. جمال شعبان قال: لو أنفقت البشرية في أبحاث السرطان جزءا يسيرا مما أنفقته على أسلحة الدمار، لربما وجد محمد أبو الغيط شهيد السرطان علاجا له، ولما ذهب إلى الضوء في ريعان شبابه.